أثابكم الله. يقول السائل: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا أعرف شيئا في ذلك، إن النظر إلى الكعبة عبادة. الكعبة بيت الله عز وجل، وأوجب الله علينا استقبالها في الصلاة والطواف بها، هذا الذي أوجبه الله علينا أو شرعه لنا، وشرع لنا استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود تقبيله، فنحن نقتصر على ما شرعه الله لنا ولا نضيف شيء من عند أنفسنا بدون دليل. أنا لا أعرف دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة. نعم.